برحب بحضراتكم مرة تانية، وبما ان احنا في عام 2018 اللي اعلن الرئيس قبل كده ان هو عام ذوي الاعاقة، قد اعلن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل في مؤتمر صحفي ان الحكومة في اجتماعها الاسبوعي برئاسة شريف اسماعيل وافقت على اصدار قانون المجلس القومي للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي الاعاقة. واضاف الوزير ان المشروع بيتضمن 17 مادة والزام المجلس بوضع لائحة تنفيذية لمجلس الاشخاص ذوي الإعاقة، وتضمنت المواد اختيار أعضاء المجلس ذوي الإعاقة والجهات التي تملك الترشيح فضلا عن إصدار قانون جمهوري بتشكيله وتحديد الهيكل والمقر الخاص بالمجلس، بالإضافة كمان لتفاصيل كثيرة تم الإشارة لها. خلينا نتوقف مع حضراتكم عند هذا الخبر. بينضم لنا سيادة النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب. سيادة النائب مساء الخير يا فندم. نور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك معنا. يعني احنا بنتكلم عن موافقه الحكومه على اصدار قانون المجلس القومي لذوي الاعاقه او الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه يا فندم. خلينا نتكلم بتفاصيل اكثر عن هذا القانون، ومتى سيبدا بالفعل يعني تشكيل اللجان اللي تقوم بوضع هذا القانون؟ يعني هو يعني زي ما حضرتك اكيد متابعه من اول ما الرئيس تولى المسؤوليه، وكان ملف تمكين الاشخاص ذوي الاعاقه في مقدمة الأولويات اللي الدولة المصرية بالكامل بتعمل عليه. في الإطار ده تم إصدار قانون جديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريبا من 3 أسابيع البرلمان أصدره. هو قانون يعني هيحل كافة المشاكل اللي كان بتعوق تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وكان القانون جزء كبير فيه بيتماس مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمعنى أن في مهام موجودة داخل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديدة. المهام دي بيصرف عليها أو بتتم بشكل المجلس. أو بآخر بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفعليا وإحنا كنا بنناقش قانون الأشخاص ذوي الإعاقة كان المجلس القومي جزء من القانون، لكن بعد ما عملنا حوار مجتمعي فكان في عدد كبير من الاشخاص ذوي الاعاقه بيروا ان هم عايزين يفصلوا قانون المجلس عن قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، وان يبقى في قانون مستقل بمجلس للمجلس مستقل القومي للمجلس القومي وكده. وفعليا احنا اصدرنا قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، وفي ناس من زمايلنا كمان قدموا مشروعات قوانين لحقوق الاشخاص ذوي لتكوين المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه، من ضمنهم النائبه هبه هجرس ومن ضمنهم النائب خالد حنفي. ولجنة التضامن ناقشت المقترحين دول، لكن زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي في الخبر ان الحكومة كمان تقدمت بمشروع قانون لنفس الغرض اللي هو تكوين وتشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. اللي هيحصل دلوقتي انه القانون بعد احالته للمجلس هيحال للجنة التضامن، وهتتعمل زي دراسة مقارنة ما بين مشروع القانون اللي قدمته الحكومة وهيعتبر هو الأساس طبقا للائحة، ومشروعات القوانين اللي تقدم بها الزملاء، عشان نوصل للصيغة المحققة للمصلحة أكثر وأكثر. مفروض أن مشروع القانون ده رقم واحد بيتكلم عن تشكيل المجلس، عدد أعضائه، تبعيته، هل هيتبع لمجلس الوزراء السيد رئيس مجلس الوزارة ولا هيتبع زي المجلس القومي للمرأة السيد رئيس الجمهورية، هل عضويته تكون بس من الأشخاص ذوي الإعاقة ولا يضاف ليهم عدد من الوزراء اللي ليهم ارتباط بتمكين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الاختصاصات المختلفة اللي المجلس هيكون قائم عليها. زي ما حضرتك أشرتي في الخبر إنه هيتم تحديد مقر المجلس وهل هيبقى له فروع في المحافظات ولا لا. المقترحات اللي زمايلنا قدموها فيها أفكار، هنشوف بقى لما يجي لنا، لأن إحنا لسه هنستلم المقترح المقدم من الحكومة ونطلع عليه. ما أظنش أن هيبقى فيه فروقات كبيرة ما بين المقترحات اللي قدمت، وأظن أنه خلال الأسبوعين القادمين يتم إصداره من مجلس النواب، عشان يبقى كده أتمينا الحزمة التشريعية الخاصة بتمكين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني احنا بنعمل تنسيق يا فندم بين البرلمان وبين بين الحكومة عشان نوصل للشكل النهائي للمجلس، ومن ثم نقدر نخدم بشكل أكبر هذه الفئة. شوف يا فندم، من اول ما البرلمان انعقدت جلساته طول الوقت في كافه القوانين ومشروعات القوانين
سواء جايه من الحكومه او جايه من البرلمان دايما بيحصل تنسيق كامل ما بين الحكومه، لان الحكومه هي اللي هتنفذ، وما بين البرلمان عشان نوصل في الاخر للصيغه اللي تحقق المصلحه العامه للمواطنين في كافه القضايا اللي احنا بنشتغل عليها. طيب سيادة النائب، المفروض ان فحوى هذا القانون 17 مادة تقريبا، هل ممكن نتكلم بشكل عام عن فحوى هذه المواد او ما تحتويه؟ بصي حضرتك، هو في مادة بتتكلم اكيد عن تبعية المجلس، هو بيتبع مين، وزي ما قلت لحضرتك كان في توجهين في المناقشات حتى مع الاشخاص ذوي الاعاقة نفسهم، بعضهم بيرى ان يكون تابع للسيد رئيس الجمهورية عشان يبقى له نفس الزخم والقوة اللي موجودة للمجلس القومي للمرأة على سبيل المثال، وبعضهم بيرى انه يكون تابع للسيد رئيس الحكومة رئيس الوزراء يعني. تمام. على اعتبار انه القرارات اللي يتم اتخاذها في اجتماعات المجلس وذات صبغة تنفيذية لما يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويكون في عضويته بعض وزراء، يعني كان في عدد من الاشخاص ذوي الاعاقة بيرى ان ده هيسهل سرعة تنفيذ القرارات. صحيح. فده هيتحسم في المناقشة في اللجنة ما بين الأعضاء، وإن كنت أنا شخصيا بميل أن المجلس يكون تابع للسيد رئيس مجلس الوزراء. بالنسبة لتشكيله ليه يا فندم سيادة النائب، عفوا المقاطعة، حضرتك بتقول يعني بتفضل أنه يكون تابع لرئيس مجلس الوزراء، ليه يا فندم؟ عشان سرعة إصدار القرارات أم؟ يعني أنا وجهة نظري عشان سرعة إصدار القرارات، وكمان عشان زي ما حضرتك أكيد يعني متابعة الأستاذ رئيس الجمهورية كم المجالس القومية اللي سيادته بيرأسها كم ضخم جدا من المجالس القومية، وطبعا ده غير المهام الجسام اللي السيد رئيس الجمهورية بيتولى الإسراف عليها والعمل عليها. فأنا يعني وجهة نظري أنه يكون تابع للسيد رئيس الوزراء عشان يكون إلى حد ما يعني يخفف شيء من الضغط عن كاهل رئيس الدولة رئاسة الجمهورية، وفي نفس الوقت يسهل سرعة عقد الاجتماعات الخاصة به. طب الأمر الثاني، تفتكر يا فندم ان هم رأيهم هيكون زي رأي حضرتك؟ يعني احنا لو سألنا الأشخاص اللي هيكونوا أعضاء في هذا المجلس، هل هيشوفوا أو هيفضلوا ان هو يكون تابع للرئيس ولا تابع لرئيس مجلس الوزراء أو للحكومة؟ في المناقشات في الحقيقه الاوليه اللي تمت على مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه كان في تباين في وجهات النظر، يعني كان في ناس شايفه وجهه النظر اللي انا قلتها لحضرتك من شويه. صحيح. وكان في مجموعه ثانيه شايفه انه لا، انه يبقى تابع للسيد رئيس الجمهوريه عشان يكون في سرعه يعني ويكون في دقه في القرارات ويكون في سرعه ويكون في اهتمام. صحيح. الوضعيه اللي موجوده للمجلس القومي للمراه. لكن عموما المناقشات وكمان مع حضور الوزارات المختصة لما بتقول رأيها، ده في الآخر بيبلور وجهة نظر واحدة للمجلس، لكن اللي بالتأكيد انه تبعيته مش هتكون غير كده، يا اما يكون للسيد رئيس الدولة او للسيد رئيس مجلس الوزراء. صحيح. الامر الثاني تشكيل بقى المجلس وعدد الاعضاء المجلس، ده برضو باب من الابواب، هيكون باب مهم. وهل التشكيل يكون فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلوا الإعاقات المختلفة ويكون معهم كمان ممثلين عن الأقزام، لأن القانون بينظم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكمان الأقزام، بس فقط مع بعض ممثلين عن المجتمع المدني زي رئيس الاتحاد العام للجمعيات أو بعض رؤساء جمعيات اللي بتشتغل على ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يضم في عضويته كمان عدد من الوزراء؟ برضو نفس الحكاية، ده كان محل نقاش، في ناس بترى أنه الوزراء يعني غالبا بيبعتوا في المجلس القائم حاليا بيرسلوا ممثلين عنهم، لكن غالبا هم نفسهم مش بيكونوا حاضرين إلا في اجتماعات محدودة. صحيح. والبعض تاني بيرى إنه وجودهم ضرورة عشان زي ما قلت لحضرتك، لو مثلا المجلس هياخد قرارات تخص التعليم مثلا فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، يكون الوزراء موجودين متواجدين وبيكونوا بالتالي موجودين أكثر تفاعلا. تمام. يعني اتفضل يا فندم، اتفضل. يعني هو في الحقيقة زي ما قلت لحضرتك، في بعض وجهات نظر قالت إن وجود الوزراء شوية من وجهة نظرهم بيحد من استقلالية المجلس كمجلس مستقل، والبعض الآخر
بيرى ان وجود الوزراء لن يحد من الاستقلاليه، وبس هيساعد على ان القرارات اللي يتم اتخاذها. هو ايا كان بشكل عام هذا الحراك، خلينا نتاكد ونثق ان بالفعل زي ما قال الرئيس عام 2018 هيكون عام ذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني واضح طبعا من الاهتمام ومن بدايه الحراك في هذا الموضوع. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب محمد ابو حامد، وكيل عفوا عضو لجنه التضامن بمجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا. طيب.